تستمر أزمة الفيضانات والسيول التي ضربت عدداً من مناطق ومدن العراق. من شمال البصرة، جسر بيت غزيل يغرق بالماء وسط مناشدات أهالي المنطقة لإيجاد حل من قبل الحكومة، إلا أنهم لم يلقوا أي استجابة. الجسر الغارق يستخدمه أكثر من 250 طالب وطالبة للعبور إلى مدارسهم بالجانب الثاني لقريتهم، مما يضطر الأهالي الطلبة أو أهالي الطلبة والطالبات وشباب القرية بالتبرع يوميا لمساعدة الطلبة بعبور الجسر ذهابا وعودة لمنع حدوث غرق. فنشاهد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من شمال البصرة، قرية بيت غزيل تحديدا. شباب، كما تشوفون هالحال، الجسر أسانا محول، الله شاهد ورسوله. هذا الجسر عبرون عليه حوالي 250 طالب أو أكثر. فمنذ أن بدأ زيادة منسوب نهر دجلة، هذا الجسر طمس تقريبا صار له شهرين، لا اجى مسؤول عليه، لا اجى اي واحد، ولا كاننا بدوله، كنا عايشين في صحراء. واحنا هسه بعام 2019، يعني العالم وصلت للقمر وبنى وجسور عملاقه وبنى محطات تحت البحار، واحنا قاعد نرد لي ورا. هسه انا ولد مثلا عبرت، فالطالب شلون يعبر؟ مو تريدون تطور، تريدون علم، الطالب شلون يعبر؟ والله حسها انا حولت وجد، والله يوميا مخصصين جماعه يعبرون طلاب، لان المدرسه اللي بذاك اتجاه قررت بيتحول.